كما حازت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس على جائزة التميز البرلماني من قبل الاتحاد البرلماني العربي، وذلك بناء على تقرير اللجنة المنظمة والتحكيمية الخاصة بالجائزة، والتي قررت منحها الجائزة نظير نشاطها في مجال العمل التشريعي وطنيا وعربيا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل. في البداية نبارك لك دكتورة حصولك على هذه الجائزة، وما هو الحافز الذي تمثله هذه الجائزة لسعادتكم باعتبارك عضوا بمجلس الشورى ورئيسا للجنة الخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء هذه الجائزة ليست لجهاد الفاضل فقط، وإنما لمملكة البحرين. لله الحمد، طبعا كل لي فخر أن هذه الجائزة جائزة التميز البرلماني العربي للعام 2021، واللي تمنح من أعرق مؤسسة برلمانية عربية، تأتي تقديرا لما حققته السلطة التشريعية من مكانة متميزة، ولما تحظى به من دعم لا محدود من لدن جلالة الملك الله يحفظه راعي المسيرة الديمقراطية، واللي أتاح للمرأة البحرينية أن تكون شريكة في الصف الأمامي في صناعة القرار. كذلك أنوه بأن هذه الجائزة هي من ثمار الرعاية الكبيرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الله يحفظها، حيث نجح المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سموها في تحويل سياسات تقدم المرأة إلى برامج عمل اليوم يعني نجني ثمارها. أيضا أعبر عن امتناني لمعالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، واللي طبعا يعتبر من أكبر الداعمين لنشاطي البرلماني في مجلس الشورى. أرى أن هذه طبعا الجائزة هي من نتائج الدبلوماسية البرلمانية الإيجابية اللي يعمل بها أعضاء السلطة التشريعية سواء كانوا برلمانيين أو كمؤسسة برلمانية. مثل ما تعرفون العمل البرلماني ما يقتصر على سن التشريعات وإقرار القوانين فقط، وإنما السلطة التشريعية تمثل عمق للدبلوماسية الرسمية للدولة في المحافل الخارجية. وهذه يعني الفوز البحريني جاء تأكيدا على نجاح الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في إبراز السياسات الوطنية لفريق البحرين. نعم دكتورة، حصولك على هذه الجائزة كما نعلم بأنه تزامن مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى السنوية للتصويت على الميثاق، ألا يعتبر ذلك جزءا من مكاسب المرأة البحرينية التي فتح أبوابها بشكل رحب ميثاق العمل الوطني؟ بالضبط. طبعا ما يعطي زخما أكبر لهذه الجائزة العربية أنها يعني جاءت تزامنة مع ذكرى التصويت على الميثاق، وما تحقق للمرأة البحرينية من مكاسب مهمة يعني تتمثل بانخراطها في الشأن العام. هذه الجائزة منحت إلى البحرين كنموذج برلماني عربي ناجح، وإلى امرأة بحرينية برلمانية، فهي بالتالي رسالة مهمة بنجاح السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين وقدرة البحرين على الانتقال من مرحلة تمكين المرأة إلى تقدمها. يعني أيضا أؤكد أن يعني الميثاق يمثل لكل أهل البحرين الانطلاقة الجديدة للمسيرة البرلمانية والمؤسسات الدستورية ومشاركة المرأة في جميع المجالات، حتى أن البحرين أصبحت الآن قدوة ومثال يحتذى به لدى دول أخرى سارت على النموذج البحريني المتقدم. من القاهرة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس، شكرا جزيلا لك.